ما الضوء؟ سؤال حير العلماء كون العالم ماكسويل معادلات مبنية على الربط بين المجالات الكهربية والمغناطيسية في عام 1873. هناك اهتزازات من الشحنات الكهربائية للأمام والخلف، موجات بتسير في خطوط مستقيمة سماها الالكترومغنتيك ويف، ولقى ان الضوء بيسلك نفس هذا السلوك، سلوك الالكترومغنتيك ويف، في اطوال موجية مختلفة، في طيف الكترومغناطيسي الكترومغنتيك سبيكتروم يختلف في الطول، دي الجاما رايز، دي الاكس رايز، دي الالترا فايولت، دي الفيزيبل لايت، والانفرا ريد رايز، والمايكروويف، والراديو ويف. الضوء المرئي بيمثل سبيكتروم او طيف معين ومحدد. طيف الالوان بيختلف في الطول الموجي، اعلاها بيكون اللون الاحمر longest wave length، واقصرها اللون البنفسجي. لو احنا استخدمنا المنشور الزجاجي في تحليل الضوء زي ما اتعلمنا قبل كده، بنلاقيه بيحللوا الوان الطيف اللي احنا عارفينها، الوان للقوس قزح،